لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. في نفس الوقت في هذه الأيام تستقبل عبد العزيز بالخادم. عبد العزيز بالخادم الذي كان وزير خارجية بوتفليقة ورئيس حكومة وممثله الشخصي على مدار سنوات، لم نسمع له يوما انتقد بوتفليقة، لم نسمع له يوما أدان الفساد، لم نسمع له يوما سجل موقفا على الأقل يحسب له، على الأقل تبون سجل موقف مرحلة معينة وأقلوه تآمروا عليه ما عليش. ولكن هذا عبد العزيز بالخادم اللي كان رئيس البرلمان وتم حله من طرف خالد نزار ولم ينطق بكلمة، لم ينطق بكلمة ولا احتج ولا تحرك بعد ذلك لما أتيحت له الفرصة ساعة ساعة يلوح كلمات. بوتفليقة استعمل عبد العزيز بالخادم ضد علي بن فليس، علي بن فليس اللي كان رئيس حملته الانتخابية، مدير حملته الانتخابية، وكان أول رئيس حكومة، وطلعوا أمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني. لما اختلف معه ماذا حرك؟ حرك عبد العزيز بالخادم وجماعته حتى أسقطوه من جبهة التحرير ونحاوه من رئاسة الحكومة وغيره وغيره وغيره. علي بن فليس هذا ما حدث له. بالخادم عبارة عن كان عند بيدق، لا بيدق بمعنى الكلمة، عند السعيد بوتفليقة وجماعة بوتفليقة. أنت الآن رئيس الجمهورية تستقبل وتعمل بيان رئاسة الجمهورية أنه استقبل رئيس الحكومة الأسبق، ما الذي سيضيفه بالخادم إلى عبد المجيد تبون في هذه المرحلة؟ والله أساء له من حيث ظن أنه قد يستفيد منه. أنا لا أقول هذا الكلام من باب أنه عبد العزيز بالخادم معناه فاسد، لا، يشهد الله أنه لا نملك عليه شيئا في نواحي الفساد وكذا وكذا، ولكن هناك فساد مالي وهناك فساد سياسي وهناك فساد أخلاقي. الرجل فاسد سياسيا، الرجل كان في منظومة بوتفليقة وشاركه في كل شيء. إذا كان بوتفليقة فاسد والمحيطين فهو فاسد، فعبد العزيز بالخادم أحد الفاسدين سياسيا على الأقل ما دام لم يتكلم ضد الفساد المالي الذي لا يراه. إذا كان نحن وخارج إطار الحكم وخارج منظومة الحكم كنا نرى الفساد ونتحدث عنه، كيف حال من كان أمين عام لجبهة التحرير وكان رئيس وزراء وكان رئيس حكومة وكان وزير خارجية وكان ممثل شخصي رئيس الجمهورية وكان عدة مناصب وكان في العلبة التي التآمرية التي تستعمل ضد فلان وعلان؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.